السلام عليكم. الله يسعدكم يا رب. كيف حالك؟ حياكم. انا مش عارف انا قلت لك تفضل. حياكم الله يسعدكم. طيب يا اخي قول عندك منتج. ايوه انت اللي بتشتروه يعني؟ ايوه كلمني عليه. خلينا قاعد يقول عندك منتج ما شاء الله تبارك الله يسعدك رب. والله هذه هي السعر. تفضل. الله يحييك. واجهه ما في. والله شايف عاد قديمه كلاسيك. زعلان منها ولا ليش؟ اول ما شفت السياره هذه انا مره انبسطت. ليش؟ هذه السياره انا ما اشوفها الا في الافلام. موديلها 78 تنفع اصلا للتعديل وراح تجيب لي سعر مره كويس. هذا مقبوعه من ورا. اكسسوارات ابواب داخليه ما في. تبغى فيها كم؟ 20. طيب احنا شفنا السياره 20 وانا باخذها. كثير كثير. بس 20 كثير. والله خويي انا ابغى سعر البيع حتى بكلمك اطلب بنشيل. ما عندي وقت وانت عارف بخلص عندي سيارات كثير فانا لازم اخلص. بس السياره تستاهل يعني شوفها ما شاء الله كيف. انا اعطيك انا عندي 13 وابغاها بشتري. والله ما ادري ايش اقول لك. السياره هذه طبعا عزيزه على قلبي اخذتها من زمان وكنت ناوي اعدل عليها بس مع انضغاطات العمل فاضطريت اني انا اتنازل عنها. قول بسم الله خلينا نخلص. نبغى ناخذ سيارة. قول بسم الله. اوكي يلا. الله يبارك لكم يا رب. الله يبارك لكم. يا خوي دن خلصنا. يلا انتهينا. مشينا. جني خالد عرفت. برو بالله خلينا ننظفه وندخله جوه ونكشف عليه. شور شور سريع. اسرع شيء. مونتي كارلو 1978. سيارة جدا قوية في زمنها وفي الوقت الحاضر شعبيتها جدا قوية. تميز انها تقدر تعدلها تعديل سبورت تقدر تعدلها تعديل لورايدر. السيارة هذه ظهرت في فيلم تريننج داي اللي كان يسوقها دينزل واشنطن. العالم كلهم شافوا المقاطع حقت الفيلم وهذه فتحمسوا مرة.